صباح النور. صباح الخير. مرحبا. يعني بالبداية كنا عم نحكي عن 5 فرق مشاركة، خبرنا عنهم وخبرنا عن مشاريعهم. أكيد. قبل ما نحكي عن الشركات الناشئة نفهم التحدي تاع السنة. نعم. احنا كل سنة نطلق تحدي عشان يحلوا مشكلة بالمجتمع هالشركات الناشئة اللي بيشتغلوا معنا. ففي أكثر من 2500 جامعة حولين العالم، ومنهم 30 جامعة بس بلبنان، بيشتغلوا الطلاب من هالشركات من هالجامعات يحلوا هالمشكلة. هالسنة عم نشتغل على بطالة الأعمال. حوالي 1000 طالب شارك تقريبا. صحيح. ومنهم لقينا أحسن شركات ناشئة عم بتحل هالمشكلة بطريقة مربحة، وأخذناهم للمسرعة تبعتنا اللي عم ندربهم، وخلصنا تدريبهم قبل أسبوعين. فالشركات هاي بتشوف في عنا شركات بالأجريكولتر، قطاع الزراعي، في شركات بتساعد ندرب ناس عبر الشبكة بطريقة مبدعة، شي ديزاين شركة ثالثة بيشتغلوا على إعادة تأهيل لواعي والملابس اللي مش مستعملة، بأمن شغل وفرص عمل للنساء حولين العالم بالشركات اللي بيشتغلوا معهم. أكثر من فكرة مبدعة كلهم اشتغلنا معهم عشان ندربهم ليكونوا جاهزين نستثمر فيهم. كيف تم تدريب وشي التدريبات وورش العمل يلي خضعوا لها يعني الفرق الخمس إضافة إلى المشاركين أيضا بالمرحلة الأولى؟ هلا احنا لما ناخذ احسن فرق بيكون خلصوا تدريبهم الجامعات، وبنبعث لهم احنا مناهج تدريبيه عشان يستخدموها ليوصلوا لمرحله نقدر احنا نشتغل معهم. فهالخمس فرق اللي اجوا معنا بندربهم بنفس البرنامج اللي بنستعمله حوالين العالم. يعني هلا احنا كنا عم نشتغل على 3 مسرعات بنفس الوقت بالقاهره وبلبنان وبلندن. خلال 6 اسابيع بنركز كل اسبوع على موضوع معين عشان نمسك هالافكار تاعت الشباب ويصيروا شركات ناشئة قابلة للاستثمار. نعم. كل أسبوع موضوع زي من سيلز لماركتينج ليعرفوا كيف يطلعوا أول دولار، كيف يبيعوا أول بيع. يعني بال 28 سبتمبر المقبل رح يكون هناك اختيار للتشينج ميكر مثل ما أنتم بتسموها. في التشينج ميكر فيستيفال اللي عم نسويه عشان هو كمان بيستضيف الهوت برايس فاينلز بلبنان. يعني مش هو الفريق الأفضل هو اللي أنتم بتقولوا إنه عنه إنه صانع التغيير، ولكن سؤالي لإلك إنه كيف على أي أساس أنتم بتختاروا الفريق الأفضل اللي بده يربح بالجائزة؟ هلا بعد ما ندربهم إحنا ونأمن لهم كل هالفرص عشان يتقدموا بأفكارهم، رح يكون بالتشينج ميكر فيستيفال لآخر الشهر رح يصير في لجنة تحكيم من الشبكة تبعتنا من حولين العالم، رح نسفرهم نجيبهم على بيروت، في منهم لأول مرة بيجوا على بيروت، وهاي سويناها السنة الماضية. رح يكون تقريبا في لجنة تحكيم 6 أشخاص خبراء بهالموضوع، مستثمرين، أصحاب أعمال، هم انتربرنورز، وبيساعدونا، بيستعملوا السكور كارد تبعتنا وبيشوفوا الفرق بتقدم أفكارهم وبيسألوهم أسئلة عشان يقدروا يحكوا لنا مين أكثر فريق بيقدر ياخذ هال 250,000 دولار. هاي جائزة بس بلبنان، احنا جائزة العالمية الأسبوع الجاي رايحين على نيويورك 1,000,000 دولار لأحسن شركة ناشئة من كل الشركات اللي اشتغلوا معنا. فال 250,000 دولار هاي بدنا نشوف مين الشركة رح تقدر تمسكها وجد يمشوا ويصنعوا فرص عمل للبلاد اللي بيشتغلوا فيها. المبلغ مبلغ مهم، ما أهميته برأيك يعني هذا الدفع المادي لشركة ناشئة؟ هلا اذا بنطلع على هولت برايز هي هلا صارت اكبر منصه لرواد الاعمال الاجتماعي في العالم، دائما شهرت وسميت زي جائزه هولت حوالين العالم، جائزه النوبل برايز للطلاب. الفكره هي كانت انه في 1,000,000 دولار لاحسن فريق، فكنا عم نحاول نجيب اكبر جائزه نقديه بالشرق الاوسط وتكون هي ممثله زي 1,000,000 دولار عالميا، تعطي وقت للشركات الناشئه باول مشوارها يمشوا على قليل سنه سنتين وهم عم بيحاولوا يشتغلوا على الفكره ويطلقوها. ف 250,000 دولار اولا رح تسوي ضجه كبيره عشان الناس يعرفوا، الشباب يعرفوا اكثر عن هالعالم. شو عم تقدموا لهم دعم اضافه الى الدعم النقدي او الجائزه النقديه؟ هلا نبلش احنا من اول مشوار التدريب، بلش ورشات العمل والمسرعه. لكن ليه الفائز بالجائزه؟ الفائز كمان احنا بنقعد على البورد معهم، فبنصير احنا ادفايزرز
لا يكملوا مشوارهم حتى بعد ربحهم؟ أكيد. نعم. أكيد إحنا بناخذ بوينت سيت. كنت حابة أسألك عن الفرق الخمسة الأوائل، يعني على شو عم تتركز أفكارهم الابتكارية، خاصة إذا كانوا من دول عربية ونحن بنلاقي هناك في نقص بالكثير من ربما يعني الشركات الخدماتية أو الأمور التي تقدم خدمات لوطننا العربي. أخبرني أكثر. أكيد. هلأ إحنا نطلع على الشركات اللي عم نشوفها حاليا الشرق الأوسط، نشوف بالأردن في بارتمان، شركة عم بتقدم فرص للناس يشتغلوا بارت تايم جوبز على اون ذا سايد، يعني يقدروا يشتغلوا ويلاقوا مصاري غير شغلهم الفول تايم تبعهم. بمصر استثمرنا احنا $100,000 قبل اسبوعين بشركه بتقدم هيلث انشورنس، ديسكاونتد هيلث انشورنس ارخص، وكمان شركه ثانيه بتقدم فيش فيد عشان يستعملوا حشرات يقدموا هالطعم للسمكات بالسمك بمصر بطريقه سستينبل وارخص من الموجود بالسوق هلا. فعم نشوف شركات متنوعه جدا، وهالسنه التحدي زي ما قلت البطاله. نعم. فما في تركيز معين على صناعه معينه او على قطاع معين، الشركات باندستريز مختلفه جدا. نعم. يعني بدنا نشكرك لك جمال خياط المدير التنفيذي لجائزه هولت في لبنان على هذه الفقره المثمره. شكرا لكم. شكرا لوجودك.